شكرا بشرى. من الاقتصاد إلى الرياضة، أهلا بكم. ثلاث مباريات ودية للمنتخب الأولمبي قبل السفر إلى معسكره الخارجي. اتحادات أمريكا الجنوبية تساند بلاتر في ترشحه لولاية جديدة في الفيفا. يواصل منتخب سوريا الأولمبي معسكره الداخلي في دمشق، والذي يقتصر مبدئيا على اللاعبين المحليين قبل انضمام جزء من اللاعبين المحترفين يوم 8 من الشهر الجاري. المنتخب سيلعب 3 مباريات ودية مع الأندية المحلية قبل السفر إلى الكويت في 14 من الشهر الجاري لاستكمال رحلته الاستعدادية قبيل التصفيات الأولمبية التي سيفتتح فيها مبارياته بمواجهة بنغلاديش يوم 27 من شهر أذار، على أن يستكمل مبارياته بعد يومين بلقاء منتخب الهند، ويختتم مبارياته في التصفيات يوم 31 من آذار بلقاء منتخب أوزبكستان. حدد اتحاد كرة القدم موعد إقامة مباريات الدور الأول من كأس الجمهورية لكرة القدم، والذي ستشارك فيه الأندية التي لا تلعب في دوري المحترفين. المباريات ستقام ما بين 7 و9 من شهر أذار الحالي، حيث تقام المباريات من جولة واحدة على أرض حيادية. وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء بشكل مباشر لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور الثاني. مباريات هذا الدور تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا. يحل برشلونة ضيفا على فياريال اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب المادريغال، وتبدو حظوظ البارسا أكبر في تجاوز عقبة خصمه بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف على ملعبه ملعب كورنيلا ألبارات. يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله. ثلاث نقاط من فريق فينتي أنشخيدة بعدما فشل في ضبط شؤونه المادية بعدما كان على أعتاب إعلان إفلاسه، وفشلت فينتي بذلك للمرة الثانية في تنفيذ طلبات الاتحاد الهولندي ضمن خطة للتعافي من معاناته المادية، وجاء فرض العقوبة بعد تحذير النادي في وقت سابق. ويحتل دفينتي المركز الثامن في الدوري الهولندي برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، وسيتراجع الفريق مركزا واحدا بعد فرض العقوبة. نبقى في أخبار العقوبات، حيث فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة تقضي بخصم 3 نقاط من رصيد فريق ألميريا الذي ينافس في دوري الإسباني لكرة القدم. عقوبة الخصم تأتي بسبب الديون المتعثرة للنادي. قال مصدر في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن الاتحاد سيساند سويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي للعبة في انتخابات رئاسة الفيفا في أيار القادم. وسافر رئيس الاتحاد الدولي إلى أسونسيون لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والتي سيتولى من خلالها خوان نابوت من باراغواي منصب رئيس الاتحاد ل4 سنوات قادمة. وسيتنافس بلاتر في الانتخابات مع الهولندي مايكل فان براغ ولويس فيغو اللاعب السابق لمنتخب البرتغال، إضافة للأمير الأردني علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا. كشفت تقارير إعلامية إنجليزية في الساعات القليلة الماضية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني أسيير إيلاراماندي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت صحيفة الديلي ميل إلى أن إدارة ليفربول تسعى لتعويض رحيل قائد الفريق ستيفن جيرارد في آخر الموسم إلى الدوري الأمريكي بالتعاقد مع اللاعب الشاب الإسباني الذي لقبته الصحافة الإنجليزية بألونزو الجديد. في نهاية نشرتنا ندعكم مع لقطات من سباق للدراجة الهوائية الجبلية أقيم في تشيلي، حيث يعتبر هذا النوع من الرياضات الصعبة التي تحتاج للكثير من التركيز والمهارة في قيادة الدراجات الهوائية. ختام الرياضية، لم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين.
اتحاد الكرة يحدد ثلاث مباريات ودية للمنتخب الأولمبي قبل السفر. برشلونة يواجه فياريال بحظوظ أوفر في الطريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا. فريق دفنتي على حافة الإفلاس، والاتحاد الهولندي يخصم ثلاث نقاط من رصيده ترشحه لولاية جديدة في الفيفا. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.